وتوحدهم واصطفافهم يميزهم حيثما ذهبوا واينما كانوا وهنا في المملكه العربيه السعوديه وفي العاصمه الرياض على وجه الخصوص نشأ كيان على درجه من الاحترافيه والابداع تحت مسمى جمعيه المهندسين المصريين انطلق عام 2005 ميلاديه ليحقق اهداف كوكبه من المهندسين المصريين بالسعوديه وطموحاتهم ويحول احلامهم الى حقائق ملموسه على ارض الواقع ويظل عام التاسيس 2005 ميلاديه عاما مشهودا في تاريخ المهندسين المصريين بالسعوديه ومحطه ناجحه تلتها محطات اخرى من الرياده والتميز عبر هيكله مجلس الاداره والشعب والتخصصات المختلفة من كهرباء مدنية ميكانيكا عمارة تقنية معلومات واللجان المتعددة حتى اصبحت جمعية المهندسين المصريين هي الممثله الوحيده لنقابه المهندسين المصريه بالمملكه العربيه السعوديه في هذا السياق وثقت روابط التعاون مع الكيانات التي تهتم بالمهندس جميعها لتحافظ على تميزه وترفع من قدره وتعزز من دوره الريادي في ممارسة مهنته وأداء واجبه وقد تكللت هذه الجهود المخلصة جميعا بحصول جمعية المهندسين المصريين بالسعودية على شهادة الأيزو تسعة الاف وواحد نظير ما التزمت به من معايير ومواصفات الجوده العالميه. فكره تاسيس جمعيه المهندسين بدات في اواخر سنه 2005، الحمد لله نجحنا في تاسيسها في ديسمبر 2005. حطينا اسس ان احنا نرتقي بالمهندس المصري وقدراته، فركزنا في الفتره الاولانيه ان احنا نعمل اكبر قدر ممكن من الدورات التدريبيه نرتقي بها بالمهندس المصري. وبعدين ركزنا على محور الاجتماعي يبقى فيه علاقات بين المهندسين واسرهم في لقاءات دوريه والمحور الثالث اللي ركزنا عليه ان احنا نعمل حدث فن حدث تقني كبير يجمع بين المهندسين المصريين ويكون نوال ارتقائهم بالشركات الكبرى وقدرنا نعمل اول مؤتمر للمهندسين واللي استمر بعد كده لحد دلوقتي حققت جمعية المهندسين المصريين بالسعودية بفضل الله أولاً ثم بجهود كوادرها وشبابها نقلة نوعية في سبيل التميز المهني عبر تنظيم العديد من الدورات المهنية الحديث والمحاضرات العلمية المتخصصة وتشجيع ودعم الأعضاء على متابعة دراساتهم العليا والتواصل مع الجمعيات العلمية والمهنية محلياً ودولياً في مجال تخصص الأعضاء. والاستفاده من امكاناتها في دعم روادها علميا ومهنيا ومد جسور التواصل مع الجهات الرسميه والهندسيه في مصر والمملكه يبقى من اهم ما سعت الجمعيه توثيق التواصل المجتمعي بين المهندسين المصريين بالسعودية من خلال الرعايه الاجتماعيه بين اعضاء الجمعيه وقدمت نموذجا رائعا في تحقيق سلسله من الاهداف الاجتماعيه من خلال اليوم الاجتماعي لاسر المهندسين وتواصله بشكل منتظم لإيجاد مناخ ثقافي اجتماعي رياضي ترفيهي مصري تغلب عليه نكهة المحافظة على روح الأصالة والانتماء للوطن الأم كان لابد من تطوير الجمعية المهندسين بعد التأسيس فكان لابد من تعديل اللائحة الداخلية للجمعية لضبط عملية المسؤوليات والعلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة و هيئة المكتب والشؤون الإدارية والشؤون المالية. وبحمد الله تم توسيع دائرة المشاركة لجميع المهندسين بإضافة الشعب الهندسية في اللائحة ووضع الضوابط الخاصة بكل شعبة. وكان للعمل الداخلي المنظم لابد من حصول الجمعية على شهادة الجودة فبحمد الله تم الحصول على شهادة الأيزو 9001 ل2008 وبذلك قد استكملنا المنظومه الداخليه المنظمه المؤسسيه الكيان القائم لجمعيه المهندسين المصريين بالمملكه. تبنت الجمعيه العديد من الاهداف والخطط الاستراتيجيه الثابته التي تعمل على انجازها وفق ضوابط ولوائح الجمعيه واخرى متغيره حسب ظروف وقتها وتحقيقها. لعل من ابرزها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع تطبيق الاسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة واداء اعضاء الجمعية لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها. كذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم المهنة وتسهم في تطوير العمل الهندسي وتوطين التقنية ولعل انطلاقة الملتقى السنوي الهندسي منذ عام 2009 وتواصله بلا انقطاع رغم الكثير من المتغيرات التي شهدتها المنطقه دليل راسخ على مهنيه واحترافيه العمل بالجمعيه والابتعاد التام عن مناطق الخلافات والاختلافات الايديولوجيه والسياسيه بعد مرحلة التأسيس المرحلة الأولى وتلتها المرحلة الثانية التطوير والاستقرار الداخلي، كان لابد من انطلاقة مكملة ثالثة لتحقيق الهدف المنشود وهو أن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له، كان لابد من مد أطر التعاون مع مجموعة من الهيئات العلمية والأكاديمية والمهنية الأخرى خارج المملكة العربية السعودية، كان التركيز الأوسع او الاكبر فيها في مصر فكان بروتوكول تعاون في المستوى العلمي والتطوير المهني مع جامعه حلوان وكانت بروتوكول تعاون مع الاكاديميه العربيه وكان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث البناء والاسكان وكان بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للمقاولات التشييد والبناء وعده هيئات علميه اخرى هذا كله ليصب في صالح رفع قيمه وقدر ومهاره المهندس المصري المقيم في المملكه العربيه السعوديه ولعل سجل النشاط في خلال عام 2015 الزاخر والعامر بالكثير من الدورات المهنية والمحاضرات العلمية والاستكمال سلسلة المؤتمرات التي بدأت من المؤتمر الأول عام 2009 إلى المؤتمر الثامن القادم في مايو 2016 إن شاء الله خير دليل على ما نصبو إليه وما نسعى إليه والجهود المبذولة في هذا الصدد على موعد مع الملتقى السنوي الثامن والذي يستمر على نهجه الثابت لتصب كل الفعاليات والرؤى والدراسات في اضافه الجديد والمفيد لتكون الهندسه بحق رافد العطاء الاول للاوطان والاكثر التصاقا بالاحتياج الفعلي للمواطن العربي في عالمنا المعاصر وبهدف عالي القيمه. بان يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له وتحت ظلال قيمها الوارفه والراسخه تواصل ترابط احترافيه امانه انتماء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوة الأفاضل أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في ليلة جديدة من ليالي مبادرة التواصل تطوير والتي تنظمها جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الإسكان والبناء والتي انطلقت في الثاني والعشرين من 20 أبريل 2020 عشرين وموعدنا الليلة إن شاء الله مع المحاضرة رقم 108 مع ضيف عزيز علينا جميعا قيمة وقامة مصرية كبيرة في مجال العمل العلمي والأكاديمي والبحثي الأستاذ الدكتور عبادة سرحان الرئيس المؤسس لجامعة المستقبل في مصر منذ عام 2006 حتى يومنا هذا وتجسد مسيرته القيادة والشغف بالعمل الأكاديمي كما تعكس الخبرة المهنية التي يتمتع بها الدكتور سرحان من خلال خبراته الأكاديمية والإدارية قد تخرج الأستاذ الدكتور عبادة سرحان في جامعة القاهرة بدرجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والهندسة الإلكترونية، ثم حصل على الماجستير في علوم الحاسب من جامعة مانشستر، وحصل على درجة الدكتوراه في أنظمة الحاسب من جامعة هيريوت وات، ثم بدأ مسيرته الأكاديمية في جامعة حلوان، وفي جامعة حلوان تولى الدكتور سرحان العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، من محاضر إلى عميد كلية الحاسبات والمعلومات. كما كان أستاذاً زائراً في جامعة أولد ديونيون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1984 وتتعدد إنجازات الدكتور سلحان فعلى سبيل المثال الحصر يكونه مؤسس أول كلية للحاسبات والمعلومات في جامعة حلوان عام 1995 والتي كانت هي الأولى من نوعها في جميع الجامعات المصرية في ذلك الوقت كما أسس مركز الحاسب الآلي بجامعة حلوان عام 1984 واشرف على تنفيذ البنيه التحتيه لشبكه المعلومات بجامعه حلوان عام 2002 وحتى يمون هذا في الدكتور عباده سكان لديه العديد من العضويات الفعاله في مجموعات واسعه من اللجان والجمعيات العلميه الرئيسيه محليا وعالميا ومثال على ذلك اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا عام 2010 حتى الان والجمعيه المصريه للنشر من مجلات الحاسب الالي من عام 1980 حتى الان وجمعيه الحاسبات البريطانيه عام 1976 حتى الان ومعهد مهندسي الكهرباء بالمملكه المتحده من عام 1976 حتى الان والمعهد الامريكي لمهندسي الكهرباء والالكترونيات IEEE بالولايات المتحده من عام 1974 حتى الان ونقابه المهندسين المصريه واللجنه العلميه للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي منذ عام 1993 حتى الآن ونقابة المعلمين المصريين منذ عام 1980 كما أنه كان عضوا بلجان وجمعيات أخرى مثل اللجنة الوطنية للمعلومات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ولجنة تقييم مشروع تكنولوجيا المعلومات ومنح شهادة بكالوريوس علوم الحاسب الآلي والتابع والتابعة لوزارة التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1996 ومن بين الآخرين وايضا عضويه المجلس الوطني للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضويه لجنه قطاع نظم الحاسب والمعلومات والمجلس الاعلى المجلس الاعلى للجامعات من 2003 1989 2003 وبصرف النظر عن كونه هي عضوا مشاركه في الاجتماعات فقد تولى الدكتور سرحان مسؤوليات هامه فيما يتعلق بهذه اللجان والجمعيات ومن الامثله ايضا على الادوار التي قام بها شغل منصب امين اللجنه الدائمه لترقيه الاساتذه والأساتذة المشاركين في علوم الحاسب ونظم المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات من عام 1998 حتى عام 2009 وعضو مجلس إدارة جمعية الحاسبات المصرية منذ عام 1990 حتى الآن بالإضافة لذلك قدم الأستاذ الدكتور سرحان خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعديد من المنظمات مثل الشركة المصرية لتجارة الأدوية والجمعية المصرية للصناعات الصغيرة والشركة المصرية لتجارة الجملة وكذا عمل مستشار لرئيس جامعة حلوان وكان الأستاذ الدكتور عبادة سرحان تأثيرًا بشكل فعال على المبادرات العلمية التي شارك فيها والتي تراوحت مسؤولياته فيها ما بين الرئاسة والإشراف على المشاريع واللجان، كما قام بتأليف ونشر أكثر من 45 مقالًا علميًا في مجلات دولية ومحلية، بالإضافة إلى كتب مدرسية باللغة العربية في مجال علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وشارك طوال مسيرته المهنية في عدة مؤتمرات دولية وإقليمية ومحلية. قدم خلال العديد من العروض التوضيحيه لابحاثه كما ترأس اللجان الدائمه للمؤتمر الدولي للاحصاء وعلوم الكمبيوتر من عام 2009 حتى الان علاوة على ذلك ولتلبيه اهتمام البحث العلمي فقد اشرف على 18 رساله ماجستير و8 رساله دكتوراه كما ترأس فريق البحث لتنفيذ مشروع نظم المعلومات بجامعه حلوان من عام 2004 الى عام 2006 ولعل المسيرة الزاخرة الناجحة لجامعة المستقبل التي أسسها وترأسها الدكتور سرحان حتى الآن بما تحقق من تقدم علمي وحسي كبير ومنتج عالي القيمة والمستوى من الخريجين الجامعيين تشهد بما بجزء مما بج مما قلناه وهناك الكثير والكثير في خبرات الأستاذ الدكتور عبادة سرحان الذي شرفنا اليوم في إطلالة أولى عبر نوافذ جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية ومحاضرة بعنوان التحول الرقمي لا شك أن فيها من الفائدة والنفع الخير الكثير. دكتور عبادة مرحب بحضرتك في هذه الإطلالة الأولى. أهلا وسهلا. يا ريت حضرتك تقفل واحد مايك من الاثنين اللي جنب حضرتك. بالتوفيق يا دكتور اتفضل حضرتك دكتور صوت الصوت الصوت مش ظاهر استاذن سيادتك تشغل المايك يا بتاع الموبايل يا بتاع اللابتوب اللي قدام حضرتك يعني ايه ممكن تعمل كده كده احسن حسن. اه لا بس ممكنش. آه آه لازم تقفل آه السماعة أو الصوت اللي طالع من التليفون لأن سيادتك بتسمع من جهازين في نفس الوقت. طب ثانية واحدة نقفل آه. لحضرتك. كده أفضل؟ كده أفضل؟ لا حضرتك اقفل إيه اقفل صوت السماعه بتاع الجهاز اللي بتبقى ده اقفل إيه صوت بتاع عشان انت ما تسمعش في اقفل حضرتك اقفل صوت السماعه بتاع الكمبيوتر الكمبيوتر أعملها لها صوت الكمبيوتر يا فندم مش صوت البرنامج نفسه صوت الكمبيوتر اوتوماتيك احنا هنسمعك من الموبايل كامل يا فندم لا هقفل لحضرتك اهو ده ده كده احسن اه كده احسن يا فندم كده طيب كده بسم الله الرحمن الرحيم تبدا تعمل بسم الله الرحمن الرحيم انا هعمل حضرتك شير سكرين حالا اهو بس نظبط انا, أنا على الاول هتكلم وبعدين هعمل شير سكرين يعني الاول بس خليني هتكلم شويه كده الاول وبعدين هنبتدي ساعه الدوكيومنتس اعمل لها شير سكرين ما فيش مشكله انا الحقيقه سعيد جدا النهارده والحقيقه ما يسعدني اكتر هو الحقيقة الحدث التاريخي اليوم بنقل المميات 22 ملك من متحف التحرير في ميدان التحرير متحف المصري إلى متحف الحضارة القومي في الفسطاط والحقيقة ده حدث عالمي والحقيقة أنا كنت من شغل يعني كنت لولا أهمية طبعا هذه اللقاء مع حضراتكم أنا الحقيقة كنا كل المصريين وكل العالم في حوالي 400 قناه عالمية تبث هذا الحدث وتتابعه فالحقيقة احنا يعني سعداء بهذا الحدث التاريخي وان شاء الله حضراتكم تستمتعوا به بعد ما نخلص لان هو متسجل برضه يمكن اول ناس كان لهم في الكتابة طبعا الاول جبريل لما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اقرأ فقال ما انا بقارئ و اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وبروك وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفراعنه بعد كده الحقيقه كتابه وابتدوا يهتموا بيها وبعدين عبر التاريخ شفنا ازاي كان بيتم الكتابه على الوسائط المختلفه ثم وصلنا إلى العصر الحديث وبدأنا نكتب ونتعلم القراءة والكتابة ثم جاء الجيل الجديد في التسعينيات وبدأنا إن إحنا نميكن ويمكن قبل التسعينيات بشوية ابتدينا نميكن أعمالنا اليدوية كلها كل الحاجات اليدوية اللي إحنا كنا بنستخدمها ابتدينا إن إحنا نميكنها والحقيقة كان لنا باع كبير يمكن في مصر كنا من الدول المتقدمه في هذا الموضوع وابتدينا نمايكن كل الاعمال وكل ما يشغل المواطن المصري. وده الحقيقه اللي ساعدنا في التطور في التكنولوجيا التطور الهائل في التكنولوجيا فكان في البرمجيات وفي الاجهزه فالحقيقه ده ساعد على ان احنا نقدر نطور ونمايكن الاعمال المطلوبه للمواطن في شتى انحاء العالم ويمكن كنا في مصر برضو مهتمين بهذا الموضوع طبعا التحول الرقمي ما هوش ميكنه ويمكن في الكثيرين الحقيقه اللي هم بيتلخبطوا او هم بيبقى عندهم لبس فيه ان التحول الرقمي هو الميكنه وانا الحقيقه عايز اقول حاجه مهمه جدا في هذا الموضوع ان التحول الرقمي ليس ميكنه ولكن التحول الرقمي هو تبسيط الاجراءات تبسيط الاجراءات ويمكن انا عايز ادي مثال بسيط جدا يمكن عندنا بيحصل في مصر وهو ان لما بيبقى خريج الجامعه عايز يشتغل اول مره بيضطر يروح الاحوال المدنيه مصلحه الاحوال المدنيه وزاره الداخليه يطلع شهاده الميلاد المميكنه اللي عليها الرقم القومي ثم يأخدها ويروح مكتب التامينات الاجتماعيه يطلع البرنت بتاع التامينات الاجتماعيه وياخدها يروح يطلع على مكتب العمل عشان يطلع ما يسمى بكعب العمل طبعا دي بتبقى الحقيقه شقه بالنسبه للمواطن بالرغم ان هي متميكنه يعني الاحوال المدنيه متميكنه الرقم القومي وشهاده الميلاد والحقيقه كله بقى مميكن دلوقتي وفي نفس الوقت برضو التأملات الاجتماعية مميكنة برضو كل الإجراءات بتاعتها ومكتب العمل مميكن ولكن لا يوجد ربط بين الثلاث جهات. فإحنا النهارده التحول الرقمي هو إن إحنا يبقى في مكان العمل بيقدر يخش على الرقم القومي وعلى يقدر يطلع الرقم التأميني وكعب العمل دون أن يكون هناك تجول او زياره من الموظف لثلاث اماكن ديت اللي ممكن بتاخد منه وقت ومجهود كتير وبتضيع وقت موظفين كتير طالما ان هناك ميكنه للحاجات دي ممكن ان يكون لك تحول رقمي بربط قواعد البيانات المختلفه بينها وبين بعضيها على اساس ان يبقى اسهل يعني ده مثال بسيط انا بديه بس على اساس من ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها. الموضوع الثاني المهم برده موضوع الشمول المالي. اللي هو انكلوجن ده مهم جدا في البنوك النهارده ان احنا بنربط برضو البنوك وبنربط الكاستمر ال 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 او الكلاينت بتاعنا مع البنوك وفتح الحساب برضو بالرقم القومي عشان يبقى ليه تعريف واحد والبنك اذا كان عنده اكتر من حساب في بنك بيبان النهارده بنتكلم في كريدت كاردز وديبت كاردز وحاجات كتيره جدا كلها, ال كلها الكترونيك وكلها داخله في الشمول المالي اللي هو مربوط ب التحول الرقمي. فطبعا الحقيقه دي حاجات كلها مهمه جدا وبتواكب العصر وتواكب التطور الهائل في التكنولوجيا اللي انا اتكلمت عنه. يمكن الموضوع ده برضو التحول الرقمي ظهر اهميته في الوقت الحالي يمكن في 2019 او 2020 بعد موضوع الكورونا الكوفيد 19 وطبعا الدنيا كلها بقت اونلاين كل الناس بتتكلم ما يسمى بنشتغل من البيت او ورك فروم هوم فطبعا اصبح التحول الرقمي غايه في الاهميه وهو يمكن السبيل الوحيد ان احنا نشتغل اونلاين وبالكل التكنولوجي والانترنت والبرامج اللي هي زي احنا داخلين عليها دلوقتي زي الزوم وزي الـ مايكروسوفت تيمز والويبكس في سيسكو وفي يعني حاجات كثيره جدا من التطبيقات اللي هي بنقدر ان احنا نشتغل بيها واللي هي بتسهل دلوقتي ما عادش في حد بيروح المدرسه او الجامعه وكل التطبيقات وكل المحاضرات ويمكن كمان النهارده بقت المعامل الناحيه العمليه بقت فيرتشوال دلوقتي بنتكلم في ما يسمى بالفيرتشوال التخيل الحقيقي اللي هو الفيز رياليتي بنتكلم في الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي النهارده وتطبيقاته باستخدام الروبوتس والحقيقه بقى حاجات ما كناش نتخيلها ابدا منذ عده سنوات النهارده بنشوف حاجات تطبيقات ما كانتش موجوده او ما كناش نتخيلها واصبحت يمكن الاله بتبقى اسرع من الانسان وادق لان تخزين المعلومات بالكم الكبير بدقه الكبيره دي يمكن ساعد ان احنا نقدر نحقق كل ما نصب اليه من تطبيقات وبدقه متناهيه وسرعه متناهيه فطبعا ده الحقيقه مهم جدا النهارده الصناعه بقت بتستخدم الروبوتس بتستخدم الارتفيشال انتليجنس ويمكن احنا شفنا الروبوت صوفي طبعا اللي بيمر اللي زار جميع الدول العربيه وشفنا ازاي بنقدر ان احنا أه نتحكم فيه ونشوف أه ازاي التطبيقات بتاعته والسرعة اللي بتفوق كل حاجة الحقيقة في الموضوع ده خلينا بقى نتكلم على عايزين نعرف النهاردة المجتمع الرقمي ايه هو المجتمع الرقمي؟ المجتمع الرقمي هو مجتمع متكامل مترابط يستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات بشكل سهل ومبتكر في اغلب مناحي الحياه على المستوى الشخصي والمجتمعي وعلى مستوى الدوله. النهارده بنتكلم على ايه اللي احنا هنستفيده من التحول الرقمي هو تحسين الاداء وضع المواطن في بؤرة اهتمام الدولة، خلق مجتمع تشاركي ومتجاوب، مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، وخفض الفجوة الرقمية، التحول لدولة لها سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات المحدثة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، تحسين القدرة التنافسية للدولة، وتعزيز تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. احنا بنتكلم على العائد الاقتصادي في طبعا عائدات كثيره جدا، اول حاجه العائد الاقتصادي من التحول الى مجتمع رقمي او التحول الرقمي بنقول ان في كفاءه وفعالية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، اتساع المجتمع والوعاء الضريبي، اتاحه الفرصه الوظيفيه ذات صله بالتكنولوجيا الحديثه وبرضه بنتكلم على العائد السياسي دعم ثقة المواطن في أداء الدولة دعم آليات الشفافية وإتاحة المعلومات بين الحكومة والمواطن تأكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة برضو عندنا عائد اجتماعي احنا قلنا سياسي واقتصادي في اجتماعي كمان التمكين للفئات المجتمعية الأقل في عندنا في المستوى زيادة المشاركة المجتمعية النفاذ الآمن للمعلومات الاستخدام بصر. الإيجابي أيوة فضل السلايت لو سمحت عشان يبقى هي مش عندك لا سلينة. حضرتك ما م... طيب سلام انا بعتلك لك مين ممكن تشغلها انت ثواني يا عشان اعملها داونلود على الجهاز بعد اذنك طيب عشان برضه يبقى مع بعض فيها نكمل بقى تجارب الدول أه بنتكلم على ايوه انا اديتك كنترول يا فندم دلوقتي تعرف تخش تتحكم في الشاشه عادي انا اديتك كنترول من عندي لا انا مش مدي بس... مش مش مدي غير اول صفحه اه انا يعني الصفحه اللي بعدها لو يمين او شمال سيادتك بالماوس ما انا أو بحاول اهو يمين لا ما بيجيش طب آه. هل... خليك معايا احنا عايزين نتكلم تجارب الدول تجارب حاضر احنا وصلنا دلوقتي دي الشريحه الثانيه لا ده عدينا دي خلاص عديناها ماشي بعديها تمام عدينا دي العقد الاقتصادي والعقد السياسي والعقد الاجتماعي عديناها كمان تمام عديناها كمان ديت تمام اللي بعديها بقى خلاص تمام 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 اللي بعديها بقى تمام بعديها تمام حلو كده اه يلا بيك احنا بنتكلم على بقى تجارب الدول جميع الدول في العالم قامت بانشاء كيان مستقل لا يتبع الوزارات الحكوميه لتحقيق التحول الرقمي وهندي امثله من دول عربية أو دول أجنبية عندنا المملكة العربية السعودية أنشأت ما يسمى بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعندنا دولة الإمارات العربية مؤسسة حكومة دبي الذكية عندنا دولة الكويت أنشأت ما يسمى الإدارة الوطنية التوجيهية الدائمة سلطنة عمان هيئة تقنية المعلومات المملكة الأردنية الهاشمية أنشأت إدارة اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة دولة ماليزيا نتكلم عن الدول الأجنبية دلوقتي إدارة التنمية المستدامة الهند الهيئة العليا للتحول الرقمي والمملكة المتحدة وحدة التحول وحدة الخدمة الرقمية عايزين نتكلم بقى على التطور التاريخي ل التجارب المصرية بقى الحقيقة مصر من الأول خالص من زمان من مدة زي ما قلنا كانت سباقة في مجال استخدام الحاسبات الرقمية كمدخل للعصر الرقمي وكان يمكن أول أجهزة قامت بهذا الموضوع كان الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء والحقيقة ده من ضمن الحاجات اللي هي ساهمت الجهات اللي هي ساهمت زمان في الميكنه وفي التعريف وكان مش الميكنه بس ده كان كل الاحصاءات بتاعه الدوله في مختلف القطاعات كانت بتطلع في كتاب سنوي مميكن على على مستوى القطاعات المختلفه للدوله بعد كده عندنا وزارة التخطيط والإصلاح الإداري برضو اللي هي كانت زمان وزارة التنمية الإدارية بدأت في التحول الرقمي او هنقول الميكنه مش التحول الرقمي وبعد كده زمان كان في برضو في مجلس الوزراء ما يسمى مركز المعلومات واتخاذ القرار اللي هو الاي دي اس سي الحقيقه وده يمكن كان برضو باكوره الميكنه مع وزاره التنميه الاداريه او قبل يمكن وزاره التنميه الاداريه بشويه واشتغلوا كتير قوي في التعريف والتوعيه بالكمبيوتر والانترنت والتكنولوجي وقام بانشاء وحدات للتكنولوجيا في جميع الوزارات والمحافظات والمراكز في الدوله ثم بعد كده وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات برضو قامت بمجهود كبير الحقيقه لما انشات وقامت بالتوعيه برضو اللازمه وبعدين كان زي ما قلنا وزاره الدولة للتنمية الإدارية الحقيقة أنا عايز أتكلم فيه برضو حاجة مهمة قوي اللي هي موضوع التحول الرقمي في التعليم الحقيقة إحنا اللي كنا بنتكلم على البلاتفورمز بتاع الليرني بلاتفورمز زي المودل وزي البلاك بورد هم دول كانوا اشهر الحقيقه حاجتين موجودين أه، بلاتفورمز موجوده للتعليم وكانوا بيستخدموا يعني مع التعليم العادي ويمكن كان الاونلاين ليرنينج او الاونلاين اديوكيشن ما كانش معترف بيه قوي وكان بيعتبر ان هو ما هواش التعليم الاساسي في حتى في العالم ويمكن برضه في الدول العربيه ولكن بعد 15 مارس عشرين عشرين بدأ الاعتراف وبدأ العمل بالأونلاين مية في وابتدت الدول تعترف وتعتمد التعليم عن بعد أو الأونلاين ليرنينج والحقيقة كان صعب بس عندنا مشكلة كبيرة جدا بتواجه الاسسمنت لما بيكون عندنا طلبة بيحضروا محاضرة مفيش مشكلة إنما ساعة الامتحان دي مشكله كبيره جدا وعامله مشاكل حيه في العالم كله ان ازاي تتاكد من شخصيه اللي بيمتحن ان هو نفس الطالب اللي صاحب الكرنية او اللي هو المفروض ان هو يمتحن وما في حد جنبه بيمتحن تاني او ما بيستفدش وما بيستعينش بشخص اخر عن طريق واتساب جروب او عن طريق زوم ميتينج او عن طريق اي حاجه تانيه ودي عامله الحقيقه مشكله كبيره قوي في بعض البرامج اللي هي زي الريسبوندس وزي الحاجات الثانيه اللي هي برضو بتقدر تخلينا نعمل فريزنج للشاشه اللي قدام الطالب اللي بيمتحن ما يقدرش يتحرك خالص وبعدين لو هو اتحرك شمال او يمين بيقدر الكمبيوتر او او الكاميرا اللي هو قدامه على البي سي او اللابتوب بتعمل فريزنج وبتخلي ان هو يطلع بره الامتحان ودي طبعا مشكله كبيره قوي وعملت شكاوي كثيره لما ابتدينا نقول هنستخدم الكاميراز والحاجات دي في بعض الناس بتستخدم زوم بحيث ان هو يبقى في سيشن زي اللي احنا عاملينها ديت ويشوف الطالب ان هو برده ما بيتحركش وما المايك بتاعه صوته ما فيش حد ثاني جنبه في الغرفه فطبعا الحقيقه دي مشكله كبيره جدا في الاسسمنت وطبعا بيبقى صعب ان احنا نقيم 100% وبنلاقي ان الاولاد في الاونلاين بيجيبوا طبعا درجات احسن بكثير من الفيس تو فيس في الامتحانات. الحاجه الثانيه اللي عندنا مشكله فيها برضو هي العملي وخصوصا في كليات الطب وكليات طب الاسنان دي مشكله كبيره قوي لان النهارده لازم في بيشنت يبقى في مريض والمريض ده احنا بن بنعالجه او بنكشف عليه ونشخص حالته ونديله العلاج فطبعا ما ينفعش يبقى عن بعد لازم يبقى البيشنت قدامي وانا بشوفه انا كطبيب او كطالب حتى بكشف عليه في المرحله الاكلينيكيه قبل ما اتخرج الحاجه الثانيه برضو الاهم من ذلك في كليه الاسنان العيادات ما ينفعش ان انا اعالج المريض عن بعد لازم بعمل له اشعه بكشف على الاسنان بحشيها بحشي جدر بخلع بعمل تركيبات يعني حاجات كثيره جدا فدي من ضمن الحقيقه المشاكل اللي هي واجهتنا وبتواجه التعليم الطبي في انحاء العالم كله لان النهارده احنا كنا قافلين مستشفيات الاسنان للعدوى من الكورونا وابتدينا نفتحها بس طبعا بيبقى في مشكله في الـ لما يكون بيتعالج المريض ممكن قوي يبقى فيه عدوى ودي بت... وخصوصا احنا شفنا في المستشفيات في العزل وفي ايام الكورونا ان اخطر ناس بيجيلهم الكورونا بسرعه هم الطاقم الطبي سواء كان ممرض او كان العامل او كان الطبيب فمازال عندنا مشكله في برغم ان في سيميليتورز وفي فيرتشوال رياليتي وكل الحاجات دي لشرح الاجزاء المختلفه من تشريح الانسان او من الانسان نفسه الا ان هناك مشكله في الدايجنوزز وفي التشخيص لان طبعا ما كانش هيبقى فيس تو فيس هيبقى صعب قوي ان احنا نعالج المريض برضو في كليات الهندسه وكليات الصيدله برضو في مشكله بس يمكن اقل شويه من ما نعانيه في كليات الطب وكلية طب الاسنان لان ممكن بيبقى فيه في في رياليتي والارتفيشال انتليجنس بيبقى فيه آه تجارب والمعامل اللي موجوده في كليتي الصيدله والهندسه فبنقدر يمكن نتغلب على جزء كبير منها بالحاجات دي. آه طبعا المشكله الكبيره ان احنا عندنا ما بعد التخرج في اللي هي الانترنشيب او الامتياز برضه تاني بعد ما بيتخرج الطالب لازم بيقعد سنه عشان يتدرب ويقدر يكشف على المريض حتى لو كشفنا وحتى لو في عمليات بتتعمل بالروبوتس والحاجات دي عن بعد احنا بنسمي التلي ميديسن دلوقتي موجود وكل الحاجات دي الا ان لازم يبقى المريض قدامه الطبيب اللي هو بيقوم باجراء الجراحه ودي بدون ما يبقى فيزيكلي موجود قدامه بيبقى صعب جدا طبعا ان احنا نعملها النهارده المريض ما يخش المستشفى الا اذا كان عنده تحاليل ما عندوش كورونا، اللي بيسافر من بلد لبلد بيقعد 14 يوم او من 10 ل 14 يوم في الحجر علشان الدوله تضمن ان هو مش معدي او ما عندوش لا يحمل المرض، فالحقيقه برضو برغم ان في تحول رقمي وبيساعد في كل الحاجات دي الا ان حاجه زي الكورونا الحقيقه دي ما كانتش على البال وعامله مشاكل كبيره جدا في دول العالم كلها. لا قوة سلاح ولا قوة ولا قوة حربية الفيروس اللي هو 2 ملي في نص ملي بوظ الدنيا الحقيقة خالص في العالم كله فاحنا بنأمل إن شاء الله يا رب إن الفاكسين اللي هو دول كثيرة عملته يعني يقدر إن شاء الله يقلل من المرض وإن شاء الله يعافي الناس كلها والحقيقه انا في النهايه بشكر حضراتكم وانا معاكم لاي اسئله تحت امركم. شكرا دكتور عبادة هذا التقديم العرض التحول الرقمي مصر يتطلب منها دور كبير جدا كبير جدا في مواكبه هذه النقله النوعيه الكبيره جدا ولعل ما ما اضطررنا اليه بتاثير جائحه الكوفيد 19 خلال العام الماضي من التحول الرقمي في مجال التعليم يشجعنا ويجرئنا بشكل كبير جدا على ان نمضي قدما في هذا الامر ولا طرقت مؤخرا اشكاليه كبيره جدا وهي التقييم والامتحانات واعتقد انه لا الامر قيد دراسه وخلاف في منظومه التعليم العالي في مصر ما بين اقرار امتحانات الاونلاين والاصرار على انفاذها حضوريا وهو ما سيتطلب جهد كبير وتنظيم لضمان جوده ومصداقيه هذه الامتحانات فهل طلع حضرتك اننا امام مستقبل قريب واعد بحل لهذه الاشكاليه؟ حضرتك هي المشكلة إن احنا يعني محطوطين في في مفترق الطريق لأن حتى النهاردة هيئة الجودة عندنا في مصر مش قادرة تقيم يعني النهاردة احنا كنا متقدمين في كلية من كليات عندنا في الجامعة للتقييم احنا متأخرين وبقت فيرتشوال دلوقتي ويأجلوا لأن مفيش طلبة لأن هما لازم بييجوا فهي مشكلة كبيرة قوي إن احنا ما زلنا يعني الوضع جديد فما زلنا مش قادرين، العالم كله مش قادر يتاقلم على الوضع الجديد وانه يشوف حلول للي احنا فيه، فهو ما زال الدنيا صعبه. الحقيقه يعني، ف يعني الحقيقه ما حدش عنده رد قاطع على هنكمل ازاي؟ للاسف الشديد، لان احنا كلنا بنامل ان ان الموضوع يعود الى طبيعته باذن الله في القريب العاجل، لو عاد هيبقى سهل، لو ما كانش هيضطر يبقى في طرق غير تقليديه ان احنا نحاول بقى نتاقلم مع الوضع الجديد تمام طب اخد سؤال من المهندس احمد لطفي اهلا السلام عليكم باشمهندس هشام اولا طبعا بحيي حضرتك يا باشمهندس هشام وجمعيه المهندسين في المملكه العربيه السعوديه يعني على دورها الرائع والنشط واللي فعلا احنا بنعتز بيه طبعا احنا في المملكه العربيه السعوديه يعني بنعتز بوجود سيادتك على قياده هذه الجمعيه طبعا تحياتي لنقابه المهندسين المصريه على المشاركه المستمره طبعا لمثل تلك الندوات طبعا بوجه تحيه خاصه للاستاذ الدكتور عباده سرحان وهو بالفعل اجاز في المحاضره او في الندوه اليوم بشكل مختصر وادانا رؤوس كلمات بسيطه يعني محتاجين لكل لكل كلمه محتاجه محاضره لوحدها فطبعا احنا اتكلمنا فيها من فتره يا دكتور قبل كورونا طبعا مداخلتي اقل من دقيقه اتكلمنا فيها عن ان الدول اصلا من قبل كورونا اصلا كانت بتتجه اتجاه قوي نحو التحول الرقمي في كل امور الحياه لكن الان الان لابد على الدول مش بمزاجنا بقى بقينا مجبرين ان احنا نحول الحياه كلها الان الى تحول رقمي يعني زبط. انا اه كو... يعني احنا بقى مجبرين على كده انا بتكلم لما كنت باجي اطلع الكرنيه بتاع هيئه السعوديه للمهندسين كان عجبني الموضوع قوي كنت فرحان بصراحه ان انا بطلع الكرنيه وانا قاعد على الانترنت يجي لي الكرنيه لحد البيت لا رحت من مكان النقابه ولا كتبت ورقه على ايديا ولا بالورقه والقلم لكن قدرت ان على شيء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فانا رايي الان ان الدول الان مجبره على استخدام التحول الرقمي في الحياة السؤال اللي بوجهه للدكتور عبادة يا دكتور أين مصر الآن في عالم التحول الرقمي؟ يعني أين مصر الآن في عالم التحول الرقمي؟ الأمر الثاني السؤال الثاني هل هناك تحول رقمي بما أن يعني طبعاً مهندس السيارات هل هناك تحول رقمي أو ممكن توضح لنا يعني بمعلومة بسيطة عن التحول الرقمي في عالم السيارات؟ السيارة اللي احنا بنركبها ديت، ايه علاقة التحول الرقمي بموضوع السيارات؟ أشكرك يا فندم وأكرر شكري الجزيل للمهندس الراقي اللي أنا بعتز بيه وقدوتي المهندس هشام الشافعي وأوجه تحية خاصة لحضرتك على المحاضرة الموجزة والبسيطة واللي احنا محتاجين إن أنت يا ريت حضرتك يعني تتوسع فيها أكتر أو يعني تدينا محاضرة تانية فيها بشكل إيه؟ بشكل يعني ايه بالراحه انا عارف طبعا حضرتك محتاج انك تسمع الحدث العظيم التاريخي النهارده اللي انا شخصيا انا ما اتحركتش من بيت النهارده قاعد عمال اتحرك وفرحانة انا بصراحه هنا على اللي احنا بنشوفه في مصر والتقدم اللي احنا بنشوفه ويا رب دايما مصر تفضل رائده وقياديه ان شاء الله ويعني يا رب انا بتمنى فعلا ان انا اشوف بلدي اعظم بلد في العالم لانها فعلا يعني تستاهل كل خير البلد دي، فانا بتوجه لحضرتك شكرا يا دكتور عباده على على المحاضره البسيطه قوي قوي ورد حضرتك على السؤال شكرا يا فندم بص حضرتك هو الحقيقه الدوله يعني زي ما احنا شايفين مشاريع الطرق والانفراستراكشر الحقيقه ويمكن برضو ان في يمكن مش كتير يعرفوا ان في انشئ الحقيقه سياده الرئيس انشا ما يسمى المجلس الاعلى للتحول الرقمي اللي هو بي بيبص على كل الحاجات دي وبعدين برضو وزاره الاتصالات مع وزاره التخطيط والاصلاح الاداري بت... ب... ب... عندها مشروعات دلوقتي بتحول او بتحاول تماكن وفي نفس الوقت لان في حاجات كثيره جاء. اولا انا عايز اقول حاجه ان احنا عندنا قواعد بيانات فوق اللي يمكن 100 قاعده بيانات كانت مهلهله للاسف الشديد ولكن هيئه الرقابه الاداريه مع وزاره الاتصالات الكلام ده من اربع سنين ظبطت كل قواعد البيانات دي بقت 100% سليمه وده اساس التحول الرقمي الحقيقي يعني ان يبقى عندك معلومات وبيانات دقيقة عن كل حاجة في مصر عشان يقدر يدي الدعم المستحقية يقدر يدي اللي يشوف المرتبات يشوف الناس اللي ما بتشتغلش زي ما حصل في موضوع الكورونا طلع إعانات لكل المصريين اللي هم ما لهمش وظائف كانوا بيدوا إعانات شهرية لمدة ستة أشهر من أول مارس اللي فات لما حصل موضوع الكورونا والناس ما بقتش تشتغل فالنهاردة قواعد بيانات عندنا بقت الحمد لله هنقول 99% مش هنقول 100% سليمه وبناتها دقيقه لاقصى درجه فطبعا دي مهمه جدا الحاجه الثانيه ان مشاريع التحول الرقمي في مصر الحقيقه ماشيه وابتدينا النهارده حضرتك ممكن وانت قاعد تعمل توكيل لاي حد من غير ما تروح او تاخد ميعاد وتروح في 10 دقائق يكون التوكيل مطبوع وتعمله. النهارده رخص السيارات، النهارده الرقم القومي انا فوجئت إن الرقم القومي النهارده عشان أجدده ابتدوا بي... النهارده بيفتحوا أماكن مميكنة في المولات في مصر زي بالظبط دول المتقدمة. تروح حضرتك في الفرع بتاع الأحوال المدنية هيئة مصلحة الأحوال المدنية تقدم حضرتك ال... الرقم القومي بتاعك والاستمارة القديمة يصورك تاني يوم تاخده. ولا تروح بقى لا اسم ولا تروح يقول لك بعد أسبوع بعد عشر أيام كل الكلام ده ما عادش موجود. طبعا احنا مازال عندنا مشكله في البنيه التحتيه الحقيقه مازال برضه لان احنا عندنا حصل هجوم على الانترنت من المدارس والجامعات في موضوع كورونا فاصبح ان احنا مطالبين ان احنا بنزود الانترنت بس مازال مطالبين ان احنا نزودها اكتر بالكابستي اكتر علشان نقدر نستوعب الضغط الجامد لان النهارده زي ما حضرتك عارف ان المدارس من اول اولى ابتدائي لغايه ثانويه عامه كل النهارده امتحاناتها هتبقى على او ابتدت تبقى اونلاين. ففي ديماند جامد قوي على موضوع الانترنت وابتدوا لما لقوا الضغط جامد ما يعملوش امتحان مره واحده في نفس الوقت في نفس التوقيت ابتدوا يعملوه على مراحل مختلفه يعني مثلا محافظه كذا الساعه عشرة محافظه كذا بعديها بساعتين وبعديها باربع ساعات وهكذا عشان نخف الضغط على الانترنت. لان الحقيقه الطاقه المطلوبه اكبر بكثير من اللي متاح حاليا بالنسبه حضرتك للسيارات، انت حضرتك بتتكلم على الرخص ولا حضرتك بتتكلم على ايه لا هو بيقول ان هو هو احمد مهندس ميكانيكا سيارات اه استخدام وتطبيقات التحول الرقمي في هذا المجال اه بص حضرتك اولا هو صناع اولا هو صناعه السيارات دلوقتي بقت كلها باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتس يعني النهارده حضرتك كل الشركات العالميه لو دخلت النهارده على اي على الويب سايت بتاع اي مصنع من الشركات العالميه سواء في اليابان بالذات او في المانيا او في الولايات المتحده اللي هي الشركات اللي هي الكبيره هتلاقي انه كله ما عادش فيه اي تدخل بشري في اي حاجه حتى في الاختبارات النهائيه للسياره يعني في تجميع السياره وتجميع الاجزاء بتاعتها وتركيبها والتستنج بتاعها او الاختبار الاختبارات النهائيه للجوده كل ده بقى اوتوماتيك وما عادش بيستخدمه فكل ولغايه ما تطلع لك السياره فده فعلا في تحول رقمي لانه ما عادش فيه تدخل بشري خالص تمام ناخذ المهندس سالم مزيد الحربي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اول شيء أول شيء شكرا يا دكتور على هالمعلومات القيمه الموضوع اللي ودي اسال عنه عمليه تبعيه الادارات المسؤوله عن التحول الرقمي لماذا لا تتبع وزارات تابعه للدوله لا عايز اقول لحضرتك لحقي... اه اتفضل حضرتك خلصت؟ الشيء السؤال الثاني هل فيه رابط مشترك بين التحول الرقمي وانترنت الاشياء؟ وشكرا يا دكتور اتفضل بص عايز اقول لحضرتك حاجه اولا هو في كل وزاره هيبقى فيه اداره للتحول الرقمي ولكن حضرتك الكل المفروض ان هي الوزارات لان انا المشكله عندي ايه ان بيبقى في مشاريع يعني في مشروعات مثلا هنقول في وزاره التربيه والتعليم حد مثال وزاره التربيه والتعليم والصحه لو حضرتك النهارده الصحه بتشوف الاطفال في المدارس وبتعمل عليهم اختبارات صحيه وبتشوف النواحي الصحيه لهم وفي نفس الوقت وزاره التربيه والتعليم بتعمل فلو المشروعات دي ما اجتمعتش مع بعض او ما توحدتش هيبقى في وزارة بتعمل حاجة ونفس الوزارة التانية بتعمل حاجة تانية عشان كده بنقول إن أي مشروع في التحول الرقمي لازم يبقى من جهة واحدة وهي اللي بتشرف عليه مع الوزارات كلها عشان ما يتكررش لأن إحنا مشكلتنا إن في بعض الأحيان بنلاقي إن في مشروع وزارة بتعمله ونفس ووزارة أخرى بتعمل نفس المشروع تاني بنتائج تانية فطبعا ده بيبقى ويست في الريسورسز ويست في المصاري الاموال يعني برضه في الميزانيات بتبقى فيها آه يعني بعض مش هقول التبذير انما بعض الدوبليكيشن واخد بال ان الوزاره دي عملت الحاجه دي ووزاره تانية بتعمل نفس الكلام لان دي ما تعرفش ده بيعمل ايه وده ما بيعرفش الوزاره التانية بيعمل ايه انما لما يكون مشروعات التحول الرقمي نبع من جهه او جهاز واحد رقابي او تنفيذي واحد هيقدر يقول والله اه الوزاره دي عملت دي خش معاها بقى كمل. واخد بال حضرتك؟ فهي دي طبعا المشكله الكبيره اللي هي بتواجه دول كثيره ودي يمكن ابتدت الدول تشوف اه طب اصلح ان انا اعمل جهاز واحد يعلو على الوزاره بحيث يبقى تابع ل رئيس الوزراء تابع لاي جهه ان هم كلهم لما بيعوزوا يعملوا مشروعات تحول رقمي لازم يعملوه من خلال هذا الجهاز التنفيذي او التخطيطي او ما يسمى يعني زي ما احنا شايفين كده احنا قلنا كل الدول عامله اجهزه عشان هي اللي تدي الابروفل للمشروعات التحول الرقمي. بالنسبه لل الاي او تي والديجيتال ترانسفورميشن طبعا هناك ارتباط لان حضرتك النهارده ديجيتال ترانسفورميشن بيستخدم الاي او تي والارتفيشال انتليجنس وكل ال التقنيات الحديثه اللي هي بتمكن من تقليل الجهد للمواطن وبتسهل على الوزاره او الهيئه العمل عشان تقدر تدي سيرفس احسن للمواطنين بتاعتها. شكرا دكتور <applause> طب في سؤال على الشات ما هو الفرق بين الميكانه والتحمل الرقمي؟ آه طبعًا ده مهم جدًا أنا كنت يمكن قلتها في الأول خالص بس بسرعة كده حضرتك الميكنة هو إن أنا باخد اللي هو بيتعمل باليد أي حاجة بتتعمل بيد بروح مميكنها التحول الرقمي هو ربط ال... واختصار الإجراءات مش بس الميكنة يعني النهاردة حضرتك هنيجي نقول والله أنا مثلًا باجي أعمل زي ما قلت برضه حاجة تاني اللي أنا قلته النهاردة المواطن اللي بيتخرج من جامعه وعايز يشتغل في بنك دي انا عندي حاله يعني مع حد اعرفه البنك قال له من فضلك هات لي كعب عمل كعب العمل حضرتك ده بيطلع من مكتب العمل عشان يروح مكتب العمل يقول له عايز كعب قال له لا تروح تجيب لي البرنت او هم بيسموها البرنت اللي هي الاوتبوت بتاع يعني من الطبعه من التامينات الاجتماعيه يروح التامينات الاجتماعيه يقول له لا حضرتك لازم تروح تجيب لي شهاده ميلاد مميكنه عليها الرقم القومي فيروح الأحوال المدنية يجيب شهادة الميلاد اللي عليها كل ده مميكن خد بال حضرتك ال ال ال, 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 ال شهادة الميلاد مميكنة فهو بيروح يقدم طلب بتطلع له مميكنة ياخدها ويروح على التامين الاجتماعية بيطلع له برنت مميكن وفي رقم التأمين يطلع بعد كده على مكتب العمل يدخل البيانات دي مميكن يطلع له كعب العمل مميكن ياخده ويروح البنك طب ليه النهارده أنا ما كل دي حاجات مميكنة بس كلها لوحديها فانا التحول الرقمي يعني ان انا كبنك الاتش ار عندي او الموارد البشريه هديها الرقم القومي بتاعي لما اجي اتعين هتخش هي على الشبكه بتاعت او قاعده البيانات بتاعت الاحوال المدنيه تعرف تاريخ الميلاد وتتحقق ان فعلا البطاقه دي سليمه مش مزوره وعلى التامينات الاجتماعيه تجيب الرقم التاميني ومن ثم تجيب كعب العمل وبدون ما الموظف يلف على ثلاث أو أربع جهات عشان يضيع وقته ويضيع وقت الموظفين في هذا الموضوع فهو ده التحول الرقمي إن إحنا بنقلل الجهد في إن إحنا نحصل على الخدمة وفي نفس الوقت بنسهل على يعني بنقلل الوقت ونوفر كمان لأن النهاردة الوقت ده بفلوس النهاردة كل موظف من دول لو قلل العمل في هذا الموضوع هيقدر يعمل حاجة تانية يبقى أنا النهاردة قللت الفلوس اللي مدفوعة في مرتبات الناس دي علشان اطلع الموضوع اللي ملوش لازمه ده ان انا اقعد الف على الحته دي هو ده الفرق بين الميكنه وبين التحول الرقمي تمام برضه سؤال على على الشات هل هناك برامج اكثر توجهت اليها وزاره تربيه التعليم في مجال التعليم والتدريب في المجالات الفرعيه والمساعده للتحول الرقمي او تطبيقها بص حضرتك هو طبعا التربيه والتعليم الحقيقه عندنا منصه كويسه قوي اللي هي منصه بي اللي هو نولج بانك ايجيبت وده الحقيقه حاجه يعني نفتخر بيها لانه اكبر مستودع للمعلومات والبيانات موجود حتى احنا في الجامعات بنستفيد منه الحقيقه يعني مش بس المدارس لانه مع جميع الناشرين الاقوياء العالميين جايب كتب ومجلات ومراجع و تطبيقات وبعدين جايب برضو الفيرتشوال لابز اللي هي والاي اي يعني هي يعني مستودع يا ريت اللي هو اي كي بي دوت اي جي الحقيقه يا ريت الكل يخش عليه اللي ما يعرفش يخش او اللي ما دخلش عليه قبل كده يعني وفي نفس الوقت في بقى تطبيقات اللي هي المودل والبلاك بورد والحاجات دي دي اللي هي الدوله النهارده بت يعني الجامعات الحكوميه الحقيقه مع الخاصه ابتدت تشتغل بيها فطبعا وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي الحقيقه بيبذلوا مجهود كتير وبيشجعوا مش عايز اقول بيفرضوا انما بيشجعوا الجامعات والمعاهد العليا ان هي والمدارس ان هي تستخدم الحاجات دي يعني البلاتفورمز دي عشان يبقى يستخدموا التحول الرقمي لتسهيل يعني ان احنا نعلم ولادنا عن بعد. تمام برضه سؤال هل الجهاز التنفيذي في مصر لمشروعات التحول الرقمي تابع لوزاره الاتصالات ام انه جهاز منفصل؟ لا احنا أسمع. ما عندناش جهاز احنا لسه لم ينشا جهاز تنفيذي هو وزاره الاتصالات قايمه حاليا بالدور ده. انما قد يكون هناك بروسيس ان يمكن يتنشئ ان شاء الله انما هو حتى هذه اللحظه وزاره الاتصالات مكلفه لحين انشاء او يعني اذا اذا كان هينشا جهاز غير تابع للوزاره يعني. تم الاعلان مؤخرا عن مبادره مصر الرقميه، هل هي تابعه لوزاره الاتصالات؟ آه, اه هي وزاره الاتصالات هي المسؤوله عنها حتى هذه اللحظه. طب تتفق حضرتك مع مع الزميل المهندس اشرف اللي كاتب بيقول ان البنى التحتيه الحاليه هل هي مناسبه للجميع مراحل التحول الرقمي ام اننا يلزمنا الكثير من الجهد والانفاق لا الحقيقه انا قلت ان هي برغم كل ما يبذل من الدوله في تطوير البنيه التحتيه الا ان هناك مطلوب الحقيقه جهد اكثر واكثر وتدريب على لان احنا ساعات بنعاني من مثلا احنا بنركب في فايبر كتير قوي فايبر اوبتكس كتير قوي في الشبكات ما زال عايزين تدريب على الصيانه بتاعته على تطويره والحاجات دي فما زال مطلوب جهد الحياة كبير برغم ما يبذل وما وما ينفق على البنيه التحتيه. طبعا لازم نعذر في اننا اضطررنا مفاجاه ان احنا نتعامل مع التحول الرقمي في مجالات كبيره بتاثير الجائحه. طبعا لم يكن هناك استعداد كافي لكن ما وصلنا ليه اعتقد انه امر مبشر دكتور عباد. لا طبعا هو احنا طبعا الحمد لله احنا عندنا يعني الحقيقه برضو بنيه تحتيه بس زي ما بقول لحضرتك ان في ظل الظروف الجائحه والتحول الرقمي بقى ان كل النهارده المدارس والجامعات شغاله على الانترنت طبعا محتاجه اضعاف اضعاف اللي موجود فهي دي المشكله يعني. طيب ناخد المهندس اشرف برضه له سؤال اشرف. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. أنا بشكر أستاذنا الدكتور عبادة سرحان على المدهل على المحاضرة المقلة ودل الحقيقة يعني في عجالة يمكن أهم نقطة لازم نركز عليها حضرتك كمان العنصر البشري هو أهم عنصر في منظومة التحول الرقمي وإلا ما, بقى ما عملناش حاجة يعني مثلا في مصر مثلا موضوع مكاتب البريد إحنا كلنا شايفين التطور اللي بيحصل في منظومة البريد بالكامل ولكن لازال الموظفين البريد نفس العقليات بنفس بيشتغل بصبع واحد للاسف الشديد مع تكدس الناس فايه المعنى ان انا اعمل منظومه تكنولوجيه ومنظومه محدثه ومباني حديثه وجميله من بره ولكن العنصر البشري لم يتلقى التدريب الكامل ليها ده مثال بسيط يعني فبرضه يا ريت نركز على تدريب العنصر البشري والاجيال الجديده ويدخل في المناهج يمكن المناهج يعني الموجوده حاليا بيدرسوا حاجات عفا عليها الزمان وانا اسف في كده يعني احنا يدرسوا لسه الانالوج والديجيتال من البدايه يعني فياريت ريت يبقى توصيه من سعادتك برضو في المراحل الابتدائيه والاعدادي والبري سكولز حتى والشباب ويمكن الطلبه اشطر مننا في الموضوع ده وقدره استيعابهم اعلى ان هم يدرسوا حاجات في التكنولوجيات الحديثه يعني واسف للاطاله. شوف حضرتك هو حضرتك عندك حق لان احنا اولادنا واحفادنا انا شخصيا حفيدتي ساعات بتعلمني حاجات على الحقيقه على الموبايل وعلى اللابتوب يعني طبعا هم الدنيا تطورت كتير قوي وما زال برضو احنا الحقيقه كلام حضرتك حد صح ان احنا بنعاني برضو من بعض الحاجات دي وبنحاول ان احنا نغير بس طبعا بتاخد وقت وجهد واللي بتقول التوعيه اهم حاجه الحقيقه لان للاسف الشديد ان ما كنتش حضرتك هتوعي المواطن يبقى مش هيقدر يواكب التحول الرقمي ويمكن الموز... يمكن الحاجه الحقيقه اللي الدوله عملتها جميله جدا في النقله للعاصمه الاداريه اللي هي النهاردة بتقوم بتدريب الموظفين اللي هيروحوا هناك لأن طبعا ما كانش لأن حركنا ما هتشوف إن شاء الله في العاصمة الإدارية خلال شهرين ثلاثة هتلاقي إن كل حاجة فيها تحول رقمي بقى بمعنى الكلمة فإن كانش الموظف هيواكب التحول الرقمي هناك مش هيقدر يدي الخدمة المرجوة مش هيعرف يشتغل حقيقة لأنها كلها أوتوميتد وكلها مش مميكنة بقى كلها تحول رقمي فطبعا نقلة حضارية جديدة صعبة ولابد ان احنا فعلا نوعي الموظفين وندربهم وهناك الاف من الموظفين بيتدربوا دلوقتي تدريب قوي جدا على التطبيقات الجديده وكل العمل هناك هيبقى بتطبيقات يعني بالتحول الرقمي ان شاء الله. طب ناخد المهندس سامع جلال. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور خلال المرحلة السابقة وما تلتها من عمليات تطوير من البنية التحتية وإعادة زي ما تقول ترتيب أوراقنا بالنسبة للبنية التحتية الخاصة بالدولة والحكومة والتدريب الخاص بالموظفين ده كله يخص المنظومة العامة للدولة لتحسين أدائها في خدمة المواطن أنا بتكلم في منظور آخر، أنا ك ك كجزء آخر من المواطن اللي هو يعتبر الشركات أو المستثمرين أو الموظفين خارج نطاق الدولة، إيه هو التكامل اللي أنا أقدر أخش بيه أو إيه هي الخطة المتكاملة للتحول الرقمي اللي أنا أقدر أستثمر فيها، إزاي الدولة أتناقش مع الدولة، أقعد على ترابيزة مع الدولة، أعرف إن الدولة ماشية في تراك معين في التحول الرقمي، وأنا أستثمر بلا برر... معها يا اتكامل معها يأدي خدمات تكامليه او خدمات تساعد على تطبيق هذه التوجه على الارض للمواطنين احنا 100 مليون الدوله فيها ما يعادل 4 و5 مليون كادر تحت موظفين الجزء الباقي من الموظفين دول 8 دول 8 يا فندم مش 5 دول 8 7 احنا هنقول اللي هيشتغلوا في الحكومه الجديده يا فندم او اللي هنقول شغالين على اجهزه يا فندم نصصها يعني خدت <applause> فانا عاوز باقي الموظفين خارج الكدر الحكومي انا بتكلم انا راجل نازل هستثمر في شركات اتصالات او هستثمر في بنيه تحتيه تكنولوجيه هعمل هب للتكنولوجي هعمل تك اشخاص عاوز اعرف الدوله ازاي اقعد مع الدوله وتقول لي الدوله الاستثمارات اللي فيها هنا في السعوديه ما شاء الله كانوا بيعملوا مبادره خلال الفتره اللي فاتت ازاي هيستثمروا في التكنولوجيا في الطيف الترددي الشركات هتخش تعمل ايه في البنيه التحتيه عشان تساعد الدوله بينقل التسكات اللي بتشيلها الدوله ويديها للقطاع الخاص فيقوم بيها فيعمل استثمار مزدوج يبقى الدوله بتنهض وفي نفس الوقت القطاع الخاص بيستثمر في الكوادر بتاعته في التكنولوجيا وارباحها زي ما انت عارف فوق الوصف في خلال الفتره اللي فاتت ما يزيد عن يعني 500 شركه اعلاهم 90% من التكنولوجيا، فانا كشخص عاوز استثمر في التكنولوجيا ايه هي البلان بتاعت مصر في التحول الرقمي اللي هي تشاركها معايا وتديهاني عشان اطبقها على الارض، عشان اعرف استثمر فيها فلوسي وموظفيني والصف عشان ابقى انا بنجح والدوله بتنجح في نفس الوقت. بص هقول لحضرتك انا طبعا انا لست مسؤول يعني انا راجل اكاديمي ولكن انا هقول الحقيقه اللي انا بشوفه كمواطن مصري، هو النهارده ابتدى يبقى في شراكه بين الحكومه وبين القطاع الخاص. وابتدى النهارده يبقى في مثلا تروح هيئه الاستثمار في الشباك الواحد يقدر يقول لك على المشروعات اللي موجوده كلها، تقدر تروح الوزارات المختلفه هتلاقي يعني في جهد كبير جدا مبذول بحيث ان هو النهارده بيشجعوا القطاع الخاص ان هو يجي يستثمر، فدي دي من ضمن الحاجات الحقيقه اللي اعلنت عنها الحكومه انا طبعا مش مستثمر انما الحقيقه بعض المستثمرين انا اعرفهم ابتدوا فعلا يخشوا ويخشوا في مشروعات حتى ميجا من من الكبيره يعني النهارده بنتكلم في مثلا الهيئه الاقتصاديه لقناة السويس اللي هي التعامل الجديد دي برضه وهم النهارده بي بي بيجيبوا ناس كتير او مستثمرين من دول العالم كلها تيجي وزارة الاستثمار النهارده بتدي النهارده الارض وبتدي المرافق وبتدي النهارده كل المجتمعات الجديده بيبقى فيها البنيه التحتيه كامله موجوده قبل ما بتتسلم للمشتري فيعني انا عايز اقول النهارده في نشاط الحقيقه ويمكن احنا عندنا برضو ان القياده السياسيه الحقيقه يعني ماسكه الموضوع الحقيقه جامد قوي ان هي لازم تطور ولازم يعني من ضمن الحاجات الحقيقه اللي انا كمصري سعيد بيها جدا موضوع الطرق لا تتخيل النهارده انا ما اعرفش انت نزلت قريب ولا لا تتخيل النهارده الطرق الكبيره الجميله اللي هي بتوصلك يعني ده مش عايز اقول لك مصر الجديده ومدينه نصر والحتت اللي هي كانت مخنوقه كلها والناس بتهرب منها النهارده في دقيقه بتكون داخل وخارج من من المناطق دي الطرق اللي هي المحور الاوسطي والجنوب يعني والحقيقه من فوق لتحت يعني من اول المرسى مطروح او من اول اسكندريه دلوقتي لغايه الصعيد والطرق بتشتغل فاذا النهارده عشان انت تيجي تعمل مشروع اهم حاجه عندك عايز النقل مثلا فالنهاردة ابتدت الدنيا بتتغير وبتتطور طبعا العقلية الحكومية للموظف يعني بنحاول نطورها طبعا ولكن هتاخد وقت شوية فأعتقد إن, إن, أن هناك تحسن ملحوظ بس برضو عايز مجهود يعني سنة بسنة كده إن شاء الله يعني حتى الان لسه دوله لا في لا في لو رحت الـ في خلي بال حضرتك انا بتكلم كبنيه تحتيه تكنولوجيه يعني ابقى انا مورد زي الهند زي ما عارف سيادتك الهند ازاي ركزت في البنيه التحتيه بتاعتها في تعليم الاطفال للتكنولوجيا والسوفت وير والبرمجه وبقوا ناس مصدرين للتكنولوجيا على مستوى العالم وماسكين اكبر الشركات في امريكا والسيليكون فيليج وإلى ذلك فهل في مصر التوجه ده بشكل انه يتعاون معايا يعني يكسبني ويخليني امرن واحضر للبنيه دي ولا لازال انا هعمله كمشروع فردي واجتهد واجيب الافكار من بره ويا تاخدها الدوله يا ما تاخدهاش بص علي اقول حاجه انت جبت سيره الهند الحقيقه احنا زمان كنا بنتريق ونقول ايه هو انا هندي النهارده انا بقول نفسي ابقى هندي يعني احنا زمان كان يقول لك هو ده, ده هندي انما النهارده حضرتك لا يخلو مكان في الع... مدينه في العالم او شركه من الشركات المالتي ناشنز الكبيره الا ان فيها هندي لان هم ركزوا حضرتك في السنوات مش دلوقتي بقى زمان يعني من 30-40 سنة على الصناعة وعلى التكنولوجيا فإحنا الحقيقة ابتدينا بس بينتأخر إنما عايز أقول لحضرتك إن الدولة بتساعد المستثمرين في ولو في تعثر برضو الدولة بتساعد فيها واخد ما بحدش النهاردة يعني كل واحد هي بيشتغل بإنه هو بيحاول يساعد بس ما زال برضو البيروقراطية بتخف بتقل الحقيقة لأن الكل بيخاف أن أي حاجة غلط طبعا بيحاسب عليها المسؤول لأن الدولة لا تسمح أن يبقى فيه حاجة غلط إنما ما زلنا برضو محتاجين أكتر وأكتر تمام يا دكتور تمام شكرا للمهندس سامح والعلي المهندس اشرف صلاح الدين تاني من كتب على الشات لماذا لا تستفيد الدوله من برمجيات مصريه 100% وتعاقدت عليها شركات عالميه بملايين دولارات في حين يوجد شركات مصرية لها تجارب رائعة في دول الخليج ومع شهادات جودة عالية وشهادات عالمية وهذا يؤثر سلبا على صناعة السوفت يعني هو يقصد ان ان هناك عدم تفعيل او استفادة الدولة من الخبرات والكفاءات التي يملكها الافراد والشركات المصرية الذين وجدت نجاح خارج مصر يضعف من من قوتها لانها لم تفعل او تطبق في مصر حتى الان فهل حضرتك تتفق معاه في هذه الطريقة؟ بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه ان احنا يعني مثلا شركه مايكروسوفت حضرتك لو سافرت امريكا في مركز الرئيس بتاعها في سياتل هتلاقي ان مجموعه كبيره جدا من المصريين بيشتغلوا هناك هم اللي بيعملوا السوفت وير احنا بنقول لهم يا جماعه تعملوا مركز بقى هنا عندنا في مصر يعني بدل ما تاخدوا اولادنا هناك تعال اعملوا هنا في مصر ادي حضرتك مثال تاني في شركه فاليو في مصر موجوده في القريه الذكيه عندها فوق ال 2000 مهندس مصري بيعملوا السوفت وير بتاع الامبيدد سيستمز بتاع العربيات في التحكم مصريين وبيصدروه بره يعني يعني ما عايز اقول ايه يمكن هي مش معلنه انما النهارده شركه ديل عندها مبنى فيه في حوالي 3000 واحد في التجمع مصريين كلهم وهم مركز الشرق الاوسط اللي بيعملوا هذا الكلام بس يمكن ده لا يعلن انما فعلا هناك طاقات مصريه وخبرات لشبابنا الحقيقه يعني فائقه الحقيقه جميله جدا بس يمكن لا يعلن عنها يعني هو بيطلع ما بيقولش إيه ده مصر اللي عاملها انما بيطلع مثلا مركز الشرق الاوسط اللي هو موجود في القاهره. فاحنا عندنا تمام. الحقيقه ثقافات كويسه جدا والولاد الحقيقه كويسين قوي 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 الشباب بتاعنا. تمام هل حضرتك بما انك في هذا المجال هل هناك تاريخ مستهدف للانتهاء من التحول الرقمي الكامل في مصر؟ بص حضرتك هو التحول الرقمي ده هياخد له مينيمم مش اقل من خمس سنين. خمس سنين. اه لان حضرتك النهارده بتثقف بتوعي وبتثقف وبت وبتحول حاجات قديمه وكل شويه بيطلع حاجات جديده فحضرتك لازم دي عمليه مستمره انا اعتقد ان كانت الخطه مش اقل من خمس سنين عشان حضرتك نقدر نعمل هذا الكلام. واعتقد هيتزامن مع ضروره التدريب لازم لرفع ثقافه ومهاره بشكل عام خاصه موظف الدوله كي يكون كي لا يكون هناك اتجاه مضاد يعتقد ان في التحول الرقمي اضرار بمصالحه ومجال عيشه. طبعا بس حضرتك ده في نقطه اهم كمان من كده خد بال في القرى النهارده الفلاحين في القرى ما بيعترفوش بحاجه اسمها بنك مثلا. يعني حضرتك النهارده لما بتبيع حته ارض في اللي بيبيع له بيبيع ثلاثه لا ما فيش حاجه اسمها حط فلوس في ولا بتاع فاذا برضو دي مشكله عندنا ان هو النهارده يعني عايزين برضو الثقافه لان النهارده ما هو ما كانش عنده انترنت في القريه وما كانش عنده يعني يعني انا عايز اقول مثال برضو في بعض الرولر ارياز اللي هي بعيد دي برضه عايزه توعيه وعايزه ان هو حط فلوسك في البنك ومعاك الكارت والنهارده هم بيحاولوا النهارده ان ما بقاش اللي هي بنسميها كاشلس اللي هي زي بره حضرتك اللي بيروح فنجان قهوه بره بيدفع بالكارت ما بيطلعش اثنين ثلاثه جنيه من جيبه. فاحنا ما زال برضه عندنا ال ال الوعي في حكايه الشمول المالي وال والفلوس حضرتك يعني برضو محتاجه جهد شويه هو ده يمكن هيأخرنا شويه. تمام. المهندس أه... عبد الفتاح حبيب بيقول ان كورونا هي من مسرعات تحول الرقم. بالظبط في مصر اعتقد ان احنا مش في مصر بس فندم في العالم كله في العالم في العالم كله اضطرار اضطرار يا فندم طب سؤال سؤال من خارج خارج موضوع المحاضره بما حضرتك مؤسس ورئيس جا جامعه المستقبل ما هو الفرق بين طبيعه الدراسات بكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسه حضرتك في العالم ولا في مصر في مصر بص حضرتك هو الحقيقه يعني انا خريج هندسه اصلا واخد بال حضرتك يعني انا بكريس هندسه وبعدين عملت كمبيوتر ساينس هو الحقيقه بره انا كنت وانا باخد وانا بعمل الماجستير في مانشستر في الدكتوراه كان الكمبيوتر انجينيرنج اللي هو الهندسة الحاسب هم اللي كانوا بيطوروا المكن للشركات كان عنده هاردوير احنا مشكلتنا في مصر هنا برضو ان حته الهندسه بتميل الى السوفت وير برضه ما بياخدش الـ 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 الهندسه الحاسب كهندسه حاسب بره، هندسه حاسب بره اللي هي صناعه الحاسب وصيانته والحاجات دي، هنا طبعا لان ما عنديش شركات بتصنع فطبعا ما فيش تلاحم وتوامه بين الشركات وبين الكليات في, في الكمبيوتر طبعا في 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 بعض في بعض الاقسام الاخرى طبعا في حاجات كتيره جدا، لما أتكلم على بالذات هندسه الحاسب ما عنديش شركات في مصر بتصنع حاسب، كان زمان وانا ايام هناك لما كنت هناك شركه اي سي ال في انجلترا بتودي الكمبيوتر البروتوتايب يروح الجامعه تشتغل عليه وتعمل عليه كل التجارب وكل التطبيقات اللي عليه لغايه ما تطلع منتج جديد يقول لهم اتفضلوا ونزلوه في السوق فهي دي الحته اللي احنا بالحقيقه بنعاني منها في مصر ان ما فيش تفرقه جامده قوي بين هندسه الحاسب وعلوم الحاسب تمام يا دكتور ناخد المهندس عمرو الوتيدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا بشكر جمعيه المهندسين على جهدهم الكبير دوت جزاهم الله خيرا وبشكر حضرتك يا دكتور على المحاضره الجميله ديت انا كنت بس عندي استفسار ليه ما يتمش الاستفاده من خبرات المصريين الموجودين في في الدول الخارجيه السعوديه وغيره في حين هم عاملين انجازات مثلا في مجالات التحول الرقمي في كافه الوزارات على اللي انا بشوفه حواليا الناس ما شاء الله يعني معظم الطفرة اللي عاملينها مصريين ليه ما يتمش الاستفادة من الخبرات دي أه بس وجزاكم الله خير حضرتك أنا مستعد عن نفسي وأنا الحمد لله علاقتي بالمسؤولين عن التحول الرقمي أه كويسة حضرتك خد الإيميل من من الجمعيه وانا عنايه الاثنين يا ريت ان احنا نستعين بالعكس ده هيبقى شرف لنا وشرف لمصر ان هي ابنائها اللي بره تستفيد بيهم واحنا بنقول تكارب يعني انا حتى يمكن في اللقاء بتاعي دلوقتي قلت ان تجارب الدول يعني احنا لما جينا نشتغل لان احنا كان عندنا لجان استشاريه وحاجات دي في الاول قبل التحول الرقمي ما يشتغل كنا بنشوف الدول اللي بره سواء كانت دول عربيه او دول اجنبيه عملت ايه فيا ريت بالعكس اي انبوت من حضرتك او من الزملاء بره يا ريت حضرتك بعتولي وانا شخصيا هوصله جميل جدا شكرا دكتور عبادة في نهايه يعني هذا اللقاء المتميز مع قامة كبيرة شرفنا بها في هذه الإطلالة الأولى عبر نوافذ الجمعية دكتور شرفتنا في هذه الأمسية وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى متنوعة ومتعددة نطرح نطرح فيها إن شاء الله ما هو مفيد ونافع لمستقبل التحول الرقمي والاتصالات والاي تي في في مصر في المرحلة المقبلة من عمر هذا الوطن أشكر حضرتك في نهاية المحاضرة الأخوة الأفاضل الراغبين في الحصول على شهادة الحضور عليهم تعبئة نموذج التقييم وسيكون لنا اللقاء المقبل إذا قدر الله البقاء أمر باللقاء يوم العاشر من أبريل مع الأستاذ الدكتور عماد شبلاق وجولة جديدة في هندسة القيمة وهو أحد الرواد في عالمنا العربي في المنطقة إن شاء الله تعالى المحاضرة كانت بث مباشر على صفحة الجمعية على الفيسبوك وعلى قناة يوتيوب الخاصة بالجمعية وأيضا أي استفسارات أو أي نقاشات قد تخص المبادرة على قناة تليجرام الخاصة بالجمعية نموذج التقييم المهندس كمال السائل موجود في الشات وسنعيد نشره الآن مرة أخرى إن شاء الله شكرا دكتور عبادة جزاكم الله شكرا خير. يا ربنا يخليك شكرا جزيلا على استماعك شكرا لك شكرا جزيلا شكرا سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام عليكم. سلام عليكم.